يتقدم يرسل كرة إلى مارديك مارديكا وهذا الزمان الأكبر زمانه هذا الزمان الأخضر يا مارديكان الأخضر ما كان الأخضر لا زال سحار يسجل أول الأهداف عن طريق الهداف مارديك مارديكان بداها سجلها عاشر أهدافها في بطولة دوري عمان تل الموسم الحالي عاشر أهدافها منذ أن ابتداها باللقاء الأول إلى اللقاء هذا سجلها في المرمى وأعلن عن تقدم الأخضر سريعا وبالتالي سحار يبدأ المشوار في هذا المساء كرة بتصل لمصلحة أيمن شحية على التنفيذ بهيها بحاول يعدي ومعاه المشخص كرة خطرة جول 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 في الدقيقة 40 في الدقيقة 40 بسجد اللاعب البديل مارديك السوري مارديك السوري في الدقيقة 40 مارديك بسجل هدف خذها مثل لعبة الديك مر منه ولعبها قوية على طول على يمين حارس المرمى سيد محمد جعفر وبيسجل هدف ثاني رفاعي هدف ثاني رفاعي اثنين لا شيء اثنين لا شيء اثنين لا شيء مارديك لعبها مثل لعبة الديك خذها وعده من واحد وثاني حطه في المرمى وسجل هدف ثاني شوف 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 لاعب اولمبي مارديكيان ممكن يثبتها يحط السوري جول انت الناس يحتضن هذه اجواءهم وهذه ملعبهم وهذه حوايجهم الله يا اخضر يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام حلوه 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 المتشسس حط الفنان الهداف
عبد الله يرسل كرة إلى معتصم، معتصم تسديدة، حارس المرمى، الله! نفس الصناعة ونفس اللي أبداها ونفس اللي أداها التماسيح تدخل في الماء وتخرج بالبشارة. الله الله الله، سجلوا هدف التقدم في هذه الأوقات لأنهم سحار ولأن جماهير الأخضر تحتفل على طريقة سعودية، على طريقة سعودية. لو شايف على المدرج الآن، الآن المدرج الأخضر يحتفل، شايف الإعادة، شايف الكرة الماضية، شايف مارتيك مارتيكان سجلها في مرمى مجيس وأعلن عن هدف التقدم. الله يا المعتصم على تسديده، والله يا مارتيك على متابعة يقظة من هذا اللاعب، وبالتالي هدف ثاني لمصلحة صحار. مجيس سيعود أم لا؟ مجيس سيبحث، مجيس ما راح يهدى لبال، وصحار سيبحث. يتقدم، يرسل كرة إلى مارتيك، مارتيكا! وهذا الزمان أكبر زمانه، هذا الزمان الأخضر يا مارتيكان، الأخضر ما كان، الأخضر لا زال. سحار يسجل أول الأهداف عن طريق الهداف، مارتيك مارتيكان بداها سجلها، عاشر أهدافه في بطولة دوري عمان للموسم الحالي، عاشر أهدافه منذ أن ابتداها باللقاء الأول إلى اللقاء هذا، سجلها في المرمى وأعلن عن تقدم الأخضر سريعا. وبالتالي صحار يبدأ المشوار في هذا المساء. كرة بتصل لمصلحة أيمن، شحية على التنفيذ ها بطريقة قوية، ومارديكيان وجول! مارديكيان يسجل أخيرا لنادي صحار لترفع بذلك اللوحات، ويتلقى التحية مارديكيان، سدد الكرة بطريقة ضعيفة على غير العادة، ولكنه سجل هدف التقدم. ومارديكيان أعلن الهدف الثاني لنادي صحار، ولاحظ التسديدة، وكاد أن مارديكيان يحاول، مارديكيان لحازم، هي أمام المرمى، الله! مارديكيان يسجل لكي يعفو عنه الجميع، الجميع هنا في هذه اللحظات. المدرج الأخضر يقف، مارديكيان يقف، صحار يسجل في هذه اللحظات، صحار يسجل هنا في شوط المباراة الأول، يسجل لكي يعفو عنه الجميع في هذه اللحظات. مارديكيان بكرة هاتوخف سجل في الهدف الأول، أعطى الفرحة الأولى للمدرج الأخضر. شوف الكرة الماضية، عمل كل شيء، حازم جودة، يا السلام، كرة معلم، كرة معلم من حازم جودة في اللقطة، الله الله على النظرة، كرة حازم جودة، نعم هي من حسمت الأمر في